شوفي جوان، في عقد اعلان مره حلو بيجوز لك، بس وشو؟ معلنين يبغون يجلسون معك ويشوفون نسبه مشاهداتك. اصلا مشاهداتي كلها كم يوم نازله؟ 60 70 100 ألف. ايش قاعد تقولين تستهبلين؟ الاسبوع اللي فات كانت مليون وشي، شلين نزلها الكثر؟ مليون مشاهده علشان الاثاره اللي سويناها مع ذيك وزوجها، ايش فيك نسيتي؟ معناته احنا لازم ندور لنا على محتوى يحرك المتابعين، ترى كذا الوضع ما يصير. يا ذا المحتوى اللي جنني، ما في شيء ما سويناه. قضى ما عليه، خليني انا بشوف وبتصرف، ندور محتوى لين ما نشوف لنا حل المصيبه اللي احنا فيها. شكل المعلن جاء الحين، وش اسوي؟ ما عليه، انت خليه يدخل الحين وانا بتصرف. سيلا. يس ماما. افتحي الباب. يس ماما. ها وش نسوي؟ شوفي، كل منتج نعلن عليه لازم يكون فيه مصداقية، يعني لازم نجربه، وهذه حجة وحاجة ان احنا نأخرهم. والله ما انتي بسهلة. انتي البجيح تغلط علي وتدخل بيتي؟ والله مالي دخل، الشغالة فتحت لي الباب وقالت ادخل. يا اخت جوان، وهو جاي يعتذر ومستعد يسوي اللي تبينه. برا، اطلع برا. جوان هدي هدي، جوان هدي، خلينا نشوف الرجال ايش عنده. يعني انت الحين متنمر عليها ولاحقها لين بيتها ومقتحم بيتها وداخل لين الصالة، يعني تقريبا هذه فيها غرامة ما يقل عن 500 ألف. وتم القبض. الله عليك، يعني واضح عليك انك فاهم وعارف. بعدين انت مبين عليك انك شخص طيب ومسكين، وجهك مو بوجه مرمطة وبهذلة. معلش يا اخت أريج. والله هو نعم اخت أريج، ترى الولد مساكين حالته صعبة، وابوه فيه الضغط والسكر. ابوي انا؟ اي ابوك. اي صح، ابوي فيه الضغط والسكر وفيه كوليسترول بعد. ايه، وامه لو درت ان ولدها بينسجن تجيها جلطة. صح يا اخ ياسر، تقدرين تدلعني يا سوري؟ يا سوري. اي ونعم يا سوري. شوف انا بحللك هالموضوع بس بشرط. وشو؟ تنفذ كل شيء اقول لك اياه بالحرف الواحد. ابشر بعزس، انفذ لك اللي تبين. لا 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 لا، تبيني اتزوج بوطنيه؟ صاحيه انتي صاحيه؟ اوه ماي جاد. بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك، ترى كنت بتطيحيني معاك. اسمعيني، انا صاحيه ومركزه وعارفه ايش قاعده اقول لك مره زين. بطلي عنك العصبيه واسمعيني. الحين انت مو تبين اثاره محتوى في سناب؟ ردي علي. ما ابي. هذا هو المحتوى. اسمعيني، سواليف الكابلز هاليومين هي اللي ضاربه، بيرفعون عندك الفيو ويزيدون عندك السناب، فهمتي؟ وبعدين ايش فيك انتي؟ ترى هذا زواج شكلي مو بزواج صدقي. طيب زواج شكلي، بس يصور معي سناباتي ويطف وجهه وينقلع. وا ما ينفع الثاني؟ ما ينفع كفته. اوف 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 اوف، من وين ليش ذا كله؟ خلصني، انا الحين بصورك وبتكلم. اول ما اشر عليك ابيك تقول تستاهلين اكثر حبيبتي. طيب ابشر. ابتسم. طيب خلاص لا تنفخين. هاي سنابيز، ادري انكم بتفاجئون، بس انا لي 5 سنوات مخطوبه، والبارح كان عرسي، وهذه هداياي، وهذا قلبي عامر. هلا والله، هلا والله وسهلا، تستاهلين اكثر يا عمري. ها كيف؟ ممتاز. رح. كم من 10؟ رح. وين اروح؟ رح بيتكم، خلصني. طيب خلاص اوكي. هلا والله، هلا والله وسهلا. هاي سنابيز. ما شاء الله. تزوجت؟ من هي؟ أختك؟ لا يا ابن الحلال، وش اللي أختي؟ هذه السنابية جوان، لو تشوف زوجها ايش معطيها هدايا. إيه مو بنا، مالت علي وعلى حظي. وأنا وش دخل أهلي بجوان وهداياها ولا زوجها هالرمة؟ الله لا يوفق من صنع الواي فاي والسناب. ما تشمين غدانا احترق، قومي تعالي نشوف المشاهدات. خلينا نشوف. خلال ساعة واحدة 400 ألف مشاهدة؟
ان شاء الله نهايه اليوم مليونين. شفتي قلت لك اصلا سواليف الكابلز هاليومين هي اللي ضاربه. الله يعطيك العافيه عشان تاني مره تسمعين كلامي. الحق ولدكم الخبل. خير وش صاير؟ عامر تزوج. لما عزمنا؟ اسكت انت. اي سنابي. هذه اعرفها بسنوب مشهورة. شش. انا من 5 سنوات مخطوبة. والبارح كان زواجي. عجيب. وش هالبنت ذي؟ كاشفة راسها قدام الناس. يا فضيحتنا. لا وجايبها هدايا. طيب منين العروس هذه؟ وانت بس هذا اللي هامك؟ وين وين؟ اهلين يا زجوان. عاد ما اطول عليك. لا والله ابتلشنا شكل العالم كله درت. انا اوريك بعدين اوريك. الله يرحم والدين خلفوكم بدون عنف اسري. اي عنف اسري اللي ما تستحي على وجهك؟ وش هالسوعه اللي مسويها انت يا هالسلوقي؟ طب هدو هدو هدو. تذكرين يما الحلم اللي قلتي لي اياه؟ الحلم الحرمه اللي تربط برجولي حبل، تذكرينه؟ انا اللي بلي ظهرك بهالعصا. اي اي قلدها قلدها لا بارك الله فيك. والله غصبي عني يبا. والله مو بكيفي. والله مو بكيفي. والله مو بكيفي. ايش اللي بكيفك؟ اجري ديبه تكفى. امسك امسك يا ابو عامر. خل جوان تنفعك يا زواجك. اوف 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 وش ذا الموتر؟ اسمعي المقشع، ابوي وامي طردوني من البيت وزعلوا علي، وهم اهم اثنين بحياتي. انت شفت السياره اللي برا؟ اي شفتها. هذه هديه لك. لي انا؟ هديه لك. شف انا بربط عيونك طيب، بصور سناب ابيك تمشي معي وبفكها وابيك تفاجأ. وليش اتفاجأ؟ انا دخلت وشفتها خلاص. انت جنتني. وش فيك عبيط كذا؟ سو اللي قلت لك عليه وبس. ترى ها تم القبض. لا 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 خلاص بسوي اللي سلي تبين كلش الا تم القبض. بس اسمعي اذا خلصنا الفيلم ذا ابمشي. تعال. يا هلا والله بسناب. اليوم بفاجئ زوجي حبيبي عامر. اشوف 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 سبرايز. شوف هناك شوف هناك. اوه 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 هذه لي انا. لك يا قلبي يا حبيبي. كثر الله خيرك. الله يوفقك الدنيا واخره. والله انا مصدق عيال. اوف 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 هذا لي انا اكيد. لك يا قلبي لك. والله اتحداك الموت البطل يجي التيوان على الفره. ما يترك طبعا. يلا نطلع. يلا يلا. بعد اذنكم بعد اذنكم يا شيخ. وش اسوي لك انا؟ انا وش اسوي لك؟ الحين خلصنا. يلا مع السلامه. وي 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 تعال 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 تعال. باقي ما خلصنا. وش باقي بعد؟ ها يا عمري عجبتك السيارة؟ اي والله مرة ما شاء الله ممتازة. يا بعد عمري تكسرها بالعافية لب دلالك. الله يعافيك ما قصرتي. الحين أنا وزوجي جالسين نجهز لرحلة المالديف شهر عسل 10 أيام. ها جاهز؟ اي جاهز جاهز وجايب شورتات وجايب النظارات ذيك حقت السباحة. والله ما قصرتي الله يعطيك العافية. وأبد أي شيء تبين أنا تحت أمرس. ما شاء الله تبارك الرحمن الله يخليك لي. يا بعد عمري زوجي حبيبي. إن شاء الله بعد المالديف نطلع على باريس وإسبانيا.
اوف 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 اخس يا عامر اخس والله اللي لاقيها. ها شوف الحريم اللي يقدرون ازواجهم. من تقصد؟ من اقصد جوان مهدي عامر زوجها رنج روفر. مالت على حظي رنج. بس